السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءه جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج القوس. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. كتر في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القضاء. برج القوس، يلا الصلاه على الحبيب. ارفع الفيديو باللايك الجميل وبالتعليق الحلو. تاريخ الفيديو بتاعك 26 يونيو 2022، النهاردة الأحد يا برج القوس. القراءة دي قراءة شهر 7، عليك بخير بإذن الله. أنا بقول لك التاريخ باليوم والشهر والسنة علشان مصداقية قناتك. أول تعليق يا برج القوس، هتلاقي لينك قناتنا التانية اللي عليها العلاجات، علاج السحر، علاج قرين، علاج طبيعة زي ما يكون العلاج، وكمان متخصصة في تفسير الأحلام. يلا بينا نصلي على الحبيب ونشوف مع بعض أخبارنا الفترة اللي جاية دي، وإيه التوقعات اللي عندنا وإيه التبشرات اللي عندنا، وهنتكلم على في كل حاجة هتظهر قدامنا مع بعض. بس ما تبخلش عليا باللايك الحلو اللي بترفع بيه الفكرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بسم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. انا مش عايز احسدك، بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى طاقة حب جديد، طاقة نقلة جديدة. بسم الله ما شاء الله عليكم. اول حاجه عندكم زواج، عندكم استقرار، عندكم خلفه صالحه. انتوا الفتره دي في فتره تغيير جذري، بمعنى اصح الفتره دي فترتكم انتوا، يعني الفتره دي ممكن انتوا تثبتوا وجودكم في رجل جديده في حياتكم. عندكم علاقه، يعني انتوا ما شاء الله عليكم، انتوا الطاقه بتاعتكم مفتوحه وده بيدل على الخير فقط لا غير. انتوا لا اما هتجوزكم، انتوا حصل عندكم تعدد العلاقات، او حصل عندكم اكتر من خطوبه وحصل فيها فشل، حصل عندكم اكتر من مش هقول لكم زواج لكن خطوبه وفشل، ارتباط وفشل. ده كله ليه؟ بسبب ان انتوا مقصرين، او في حب انتوا بتحبوا حد في حياتكم، او انتوا مفيش نصيب حصل في الاشخاص دول، لكن في نصيب حلو جدا هيفرحكم الفتره اللي جايه. في كتب كتاب، في زواج، في نقله جديده بشكل ايجابي على اوضاعكم. في كمان رجوع من برج الثور، ندمان وحزين وعايز يرجع لكم، لكن انتوا هتاخدوا القرار وهتبعدوا. برج الثور مخنوق، حزين، تعبان. برج الثور حرفيا متدمر بسبب غيابكم وبسبب اللي انتوا مشيتوا وبعدته، لكن هو دايما بيبين العكس وبيبين غير كده، لكن هو جوه قلبه الندم فعلا، وبيقول يا ريت ما كان اللي حصل. بس الندم مش هيفيدكم بحاجه، لان انتوا لما بتاخدوا طريق المشي بتمشوا مفيش رجوع تاني، ولما تقفلوا الباب بتقفلوه من غير ما تفكروا حتى تبصوا وراكم. الفتره دي انتوا دمرتوا، يعني الفترة اللي فاتت انتوا دمرتوا قلبكم، لكن الفترة دي خلاص مفيش حب في حياتكم، بقيتوا عايزين تعيشوا كده حياتكم، بتقولوا احنا هنعيش حياتنا لنفسنا، مش عايزين اي حد يعكن علينا اي حاجة في حياتنا. لكن انتوا ما شاء الله عليكم هتختاروا الزوج الصح وهتختاروا الشريك الصح، لان ربنا كريم عليكم. طيب، كان في علاقة بينكم وما بين برج الثور واهل برج العذراء، كان في علاقة بينكم وما بين برج العذراء واهل برج العذراء، خانوكم وظلموكم ووجعوكم وكمان عملوا لكم سحر. السحر ده عطلكم اكتر من سنة، وقف حال، ما كانش فيه استكمال شغل، ما فيش استكمال عاطفة، ودايما كنتوا بتحسوا ان السبب عندكم انتوا، وانتوا اللي عندكم المشكلة. البعض منكم راح لمشايخ، البعض منكم راح لشيخ، راح قالوا لكم ان انتوا معمول لكم سحر ومعمول لكم، بس انتوا مش معمول لكم اي حاجة، انتوا بس كان في، يعني حرفيا الفترة دي انتوا مش معمول لكم اي حاجة. الفترة اللي فاتت كان فعلا حرفيا معمول لكم سحر، والسحر ده كان مبوظ لكم حياتكم، لكن انتوا حاليا مفيش اي حاجة. كل اللي عندكم حاليا شوية حيرة، شوية لخبطة، وده بسبب الحسد اللي انتوا
ملازم في حياتكم، انتوا نجمكم خفيف لكن ما بتأمنوش بأي حاجة، يعني مش أي حد يجي يقول لكم سحر فانتوا عندكم سحر، لأ انتوا بترموا من بتسمعوا من هنا وترموا من هنا، بتقولوا اللي ربنا قادر على كل شيء، بس انتوا لازم تحصنوا نفسكم من الأوجاع اللي بتظهر في جسمكم. هي ايه؟ تساقط شعر رهيب رهيب عندكم، وجع في الجسم، القولون عصبي، ومن وقت للتاني بيجيلكم مغص وبتحسوا انه في حاجه غلط في معدتكم، عندكم نبضه في القلب، نبضات في الرحم، نبضات في نبضات سريعه، في حاجات كتيره جدا انتوا مش عارفين تفهموها صح ولا عارفين تتخطوها، لكن بفضل ربنا، ربنا معاكم وواقف معاكم، انتوا في قمه الازدهار او في قمه الطاقه او في قمه الفرج اللي عندكم. انتوا خرجتوا ناس كتيره جدا من حياتكم الفتره دي، والناس اللي خرجتوها من حياتكم حرفيا ما كانتش تستاهل ان هي اصلا تبقى معاكم، بس انتوا اللي اكرمتوها. انتوا واقفين في دايره مغلقه، والدايره المغلقه دي هتخرجكم من حاجات كتيره جدا، بس من وقت للتاني بتخلوا الهم يسيطر عليكم. انتوا عندكم في امور مسيطره عليكم، والعين الشديده زي ما قلت هي مسيطره عليكم. انتوا حاليا مش قادرين تتحركوا، مش قادرين تعملوا اي حاجه، لكن بفضل ربنا في تغيير، والتغيير ده هيخليكم تكونوا مشغولين الفتره اللي جايه. خلوا بالكم ان انتوا عندكم شهره وعندكم ربح حلو جدا، الشهره دي هتكون خير جدا جدا ليكم، هيبقى في اتصالات، في مكالمات، في امور كده مختلفه، وهتثبتوا رجلكم. في ست عندكم، الست دي يعني هي متالقه، الست دي كده واثقه في نفسها، بتحب نفسها قوي، او بمعنى اصح الست دي يعني كده تلاقوها بتحب نفسها ودايما بتفضل نفسها عن الاخرين. هتخلي بالكم الست دي بتلف حواليكم، او الست دي بتلعب بيكم وهتوصل كلام عليكم الغلط، فخدوا بالكم منها وما تأمنوش لاي حد من اي حد يدخل في حياتكم. كمان انتوا بسم الله ما شاء الله عليكم، انتوا هنا بتدوا من غير مقابل مع ناس كتيره جدا، بتحبوا الناس على حسابكم، وده غلط طبعا، فخدوا بالكم من نفسكم، لان الاوضاع بتاعتكم هتبدا تتحسن الفتره اللي جايه. طيب في اكتر من وضع هيبقى فيه خير ان شاء الله باذن الله. انتوا خلاص بتقولوا ربنا هيكبر بخاطرنا وهنطلع من طاقه التوتر والضيق اللي ماسك في صدرنا ومضايقنا، بس عايزه اقول لكم ان انتوا في حد متوفي عندكم، الحد ده بمعنى صح كاسر ظهركم، الحد ده ظلمكم، يعني مش ظلمكم انتوا، يعني انتوا اتظلمتوا بفراقه عنكم، زعلتوا جدا ان الشخص ده توفى، وحد الان عندكم طاقه حزن. خدوا بس انتوا بالكم من نفسكم، اقروا له قران يسروا دنيتكم بنفسكم. في بومه، والبومه دي هي تعبان كله سمن، عايز يأذيكم بأي طريقه او مضايقكم. طيب عندكم مرات اخ حقوده مش كويسه خالص، بتأذيكم، بتلعب بيكم، او مبينه ليكم ان هي بتحبكم وعايزه لكم الخير. انتوا حاليا مش عارفين تطلعوا من الدايره اللي انتوا فيها، الدايره اللي انتوا فيها مقفوله زي ما قلت، فخدوا بالكم من نفسكم. في عندكم امضاء، توقيع، استقرار، تعزيز نفس بنفس، الله اعلم. عندكم امضاء حلوه، الامضاء دي هتبقى تحسين، في امور عندكم هتختلف معاكم. طيب انتوا هنا حاسين انه في حد بيراقبكم باشد الانتقال، المراقبه، الشخص ده بيراقبكم من اي طريق، خدوا بالكم من نفسكم. طيب في واحدة من الجيران، الست اللي من الجيران دي بتحسدكم على أي حاجة، على كل حاجة في حياتكم، مش حبالكم أبدا تكونوا في المكان اللي انتوا فيها، يعني حقودة كلها غل. طيب في مواصفات ست عندكم، الست اللي مواصفاتها دي
هي مش حلوة، يعني ملامحها مش حلوة، قمحوية أو حنطية، شعرها مجعد، هي عاملة زي الدبدوبة بالظبط. ممكن تكون من أبراج مائية، خدوا بالكم منها، كلها حقد وغل وغيرة، وبسبب الست دي انتوا تعبانين ونفسيتكم يعني مخنوقين فيها شوية. طيب انتوا حرفيا هنا في حد موجود في حياتكم، الحد الموجود في حياتكم ده هيحسن الأوضاع بتاعتكم او هيقف معاكم في اكتر من موضوع، وهيحسن اوضاع كتيرة جدا في اموركم. بسم الله ما شاء الله عليكم. كمان عندكم ست كبيرة في السن بتدعي لكم، لكن خدوا بالكم ان انتوا هتقعوا في مشكلة بينكم وبين اخوات او اهل، فترة من الفترات هتقعوا في مشكلة، وهتبقوا انتوا عايزين حاجة وهم عايزين حاجة، لكن بفضل ربنا انتوا اللي هتوصلوا للحلم بتاعكم. لان انتوا دايما بتكونوا صح، وانتوا دايما ما انتوا ما بتغلطوش ولا بتعرفوا تغلطوا مع اللي معاكم، لكن انتوا في قرارات مهمة هتاخدوها، والقرارات المهمة دي هتخليكم منطلقين لأكتر من حاجة. انتوا عندكم يعني رقم 12، يعني رقم 12 ده بالنسبة لكم رقم مميز جدا، وكمان في اكتر من طريق عندكم هيتفتح الفترة اللي جاية دي. الطريق ده هيخليكم انتوا في دفعة لقدام حلو، انتوا داخلين على طاقة فراغ، لكن خلي بالكم ان انتوا محطوطين في كلام انتوا ما تعرفوش عنه حاجة، يعني انتوا عندكم القال والكيل كتير جدا في حياتكم. انتوا في ناس عايزين تنفصلوا عنها وعايزين تمشوا منها، تبعدوا عنها، لاني خلاص حسيتوا ان الاشخاص دول كذابين ومنافقين. في تعرف على ناس جديدة، في كلام يخص ناس جديدة، الله واعلم. طيب انتوا بينكم وما بين حد زعل، وهيبقى في صلح الفترة اللي جاية. خلوا بالكم ان انتوا في حد هيحاول يهددكم بصور، لا اما بتسجيلات لا اما بحاجة، بسبب ان انتوا هتاخدوا قرار مختلف عن اللي هو عايزه. فخدوا بالكم انتوا حاليا سامعين خبر مزعلكم قوي، او في حاجة قلبة مزاجكم اصلا ومش عارفين تعملوا ايه، بس انتوا الفترة اللي جاية فترتكم وهتثبتوا وجودكم. رجليكم وجعاكم، البعض منكم بدأ يعالج في نفسه، يشوف ايه المشكلة اللي عنده بدأ يعالجها. انتوا حيرانين، حرفيا حيرانين في حاجات كتيرة جدا، بالكم مشغول في اكتر من حاجة، عندكم اكتر من حاجة تعباكم، اكتر من حاجة خانقاكم، في اكتر من حاجة مخلياكم مش عارفين تاخدوا قرار خالص الفترة دي، ومش عارفين تعملوا ايه. انتوا اي حد بيشوفكم بيقول عليكم كده ايه، يعني يشوفكم يقول ان انتوا حياتكم بسيطة وجميلة والدنيا حلوة، ولكن لما بيقرب منكم بيعرفكم على حقيقتكم، ان انتم فعلا عندكم هم زي اي حد، بس انتوا مشكلتكم ايه، ان انتوا بتبينوا العكس، ما بتبينوش ابدا ان انتوا مخنوقين او متضايقين او بتبينوا ان انتوا فيكم حاجة، لا بتبينوا كده ان انتوا مبسوطين اشد الانبساط. طيب انتوا خدتوا فترة من الفترات كنتوا بتملوا بأزمة مالية، بتملوا بأزمة كده مؤثرة عليكم، لكن ربنا وقف معاكم وساعدكم. عندكم واحدة ست عايزة تعمل عملية، والست اللي عايزة تعمل عملية دي انتوا بتحبوها جدا، هتقفوا معاها وهتساعدوها بقدر، يعني هتساعدوها باللي في ايدكم. انتوا هنا في حد كده انتوا بتحبوه حب قوي ومجننكم، او بتحبوه بطريقة كبيرة، انتوا بتشتغلوا على دماغكم الفترة دي، هتكسبوا مبلغ من المال حلو جدا، وهتحسنوا اكتر من وضع عندكم. في راجل عندكم في السن، الراجل اللي كبير في السن ده انتوا بتحبوا تتكلموا معاه، لان هو بينصحكم قوي، لكن انتوا من كتر العند اللي فيكم ما بتسمعوش كلام حد. خلوا بالكم ان العند دايما بيخسركم حاجات كتيرة جدا، بلاش العند. خلي بالكم ان انتوا عندكم في ست في حياتكم منقبة، الست اللي في حياتكم المنقبة دي
مش هتكون كويسة، عايزاكم تاخدوا بالكم منها، لان هي هتكون كلها حقد وكلها غل، ومش حبالكم ابدا 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 ان انتوا تكونوا في الطريق اللي انتوا فيه. الحق اللي يعني هتاخد منكم فلوس وهتضحك عليكم، لكن انتوا على مين؟ مش هتضحك عليكم انتوا، ده انتوا تموتوها. انتوا يعني انتوا اي نعم كويسين وبتدوا من غير اي مقابل، لكن لو حسيتوا انه في حد بيضحك عليكم حرفيا ممكن تموتوه، ومش هيفرق معاكم فلوس ولا اي حاجة. هي هتحاول تلعب بيكم شوية، لكن انتوا هتدوها فرصة محددة، ولو ما نفذتش الاتفاق خلال الفرصة المحددة انتوا هتاخدوا معاها تصرفات، يعني شوية تصرفات، وبالفعل انتوا هتزعلوا منها شوية، لكن انتوا قلبكم طيب جدا وهتصالحكم، علشان هتعرف ان هي غلطانة وان هي ضحكت عليكم، لكن انتوا هتفوتوها بمزاجكم، لكن برضو هيبقى نفسكم شايلة منها، لان هتطلع كذابة وانتوا هتفضوا الشراكة اللي بينها وهتخرجوا من اللي انتوا فيه. انتوا مالكمش حد في الدنيا غير ربنا، وغير يعني ربنا هو السند ليكم. في توتر شوية، او فيش بعض التوتر عندكم في البيت بينكم ما بين الاهل، لكن انتوا في تحسن حلو جدا ان شاء الله باذن الله، فما تقلقوش خالص، اطلعوا من التوتر اللي انتوا فيه واهدوا شوية، غيروا المود بتاعكم، اعملوا حاجة انتوا بتحبوها، اعملوا حاجات مختلفة، جددوا من نفسكم، حاولوا ان انتوا تبعدوا عن اي حاجة في حياتكم. انتوا يعني ممكن من فترة للفترات بتحبوا تقفلوا الباب عليكم، بتحبوا ان انتوا تقعدوا لوحدكم، بتحبوا تعزلوا عن الاخرين، بتحبوا ان انتوا ما تتكلموش مع حد، لان بتقولوا الكلام بيتعبنا وبيأذينا. الناس دايما مفكراكم ان انتوا ما فيش، يعني ان انتوا ما شاء الله عليكم حاجة تانية، لكن يعني الناس بتفهم غلط. حرف الالف احذروا منه، وحرف الميم مسبب لكم الضغوط النفسية، فخدوا بالكم من الامور دي. حرف العين واللام هيجي لكم من وراهم خير، الحرفين دول حرف العين واللام هيجي لكم من وراه خير الفترة اللي جاية. انتوا من وقت للتاني عايزين تروحوا المكان مفهوش اي حد تعرفوه، وعايزين تقعدوا لنفسكم. الايام اللي فاتت اشتروا حاجة او هتشتروا حاجة او هتهادوا حد حاجة، الله اعلم. انتوا حرفيا عايزين تعملوا مفاجأة لحد، او عايزين تفاجئوا حد بمفاجأة، تعملوا اكتر من حاجة فيها تغيير ليكم. انتوا خلال يعني فترة من الفترات ربنا هيديكم، بس انتوا زعلانين، يعني زعلانين من حد ومحروق وقلبكم محروق على حد كده، هو ما يستاهلش حرقة القلب اللي عندكم، لكن انتوا زعلانين منه قوي. انتوا البعض منكم سبتوا شغل، البعض منكم سبتوا حاجة في حياتكم، انتوا عايزين تسافروا، عايزين تهاجروا، عايزين تطلعوا من المكان اللي انتوا فيه، الله اعلم. الايام اللي فاتت دي كان ربنا واقف معاكم، لكن انتوا برضو تعبتوا وانفصلتوا عن ناس كتير جدا، بمعنى اصح انتم ما عندكمش اصحاب كتير، ما عندكمش ناس في حياتكم كتير، يعني انتم لوحدكم والدايره مقفوله، وبتدخلوا ناس في حياتكم معدوده الفتره دي. انتم عندكم في تغيير، بس الوجع اللي في ظهره ورجلكم اليسار اللي بتوجعكم دي الم شديد جدا. حاولوا ان انتوا تغيروا من نفسكم، يعني تكشفوا على الحاجة اللي بتوجعكم، لان في اخبار حلوة باذن الله الفترة اللي جاية. في كمان توقيع هنا ورقة، او البعض منكم عايز ينفصل عن الشريك، عايز يبعد عن الشريك، الله اعلم. انتوا عايزين تجروا، عايزين تهاجروا، عايزين تمشوا من كتر الحزن، من كتر الظلم، من كتر حالة الاكتئاب اللي وقعت عليكم، لكن الدنيا هتبدأ تتيسر معاكم. انتوا برضو مازال شايلين الهم، انتوا عندكم مشكلة، هي ايه؟ ان انتوا خايفين من المستقبل بشكل كبير جدا، خايفين قوي من المستقبل، لكن ان شاء الله بإذن الله الامور اللي جاية هتبدأ تتيسر معاكم. طيب، في ناس مش سايباكم في حالكم خالص الفترة دي،
او انتوا بتمروا بدي على جميع الاوضاع بتاعتكم. انتوا هتفكروا صح الفترة اللي جاية والامور هتبدأ تجري معاكم. طيب انتوا هنا في تحقيق حلم حلو، ومن خلال تحقيق الحلم ده هتمسكوا شغل حلو، انتوا مستقبلكم في قمة الازدهار. يعني مهما يحصل معاكم الان من عراقيل ومشاكل، لكن انتوا الفترة اللي جاية الفرح مش هتعرفوا تقفلوا بابه، لاني هتعرفوا قد ايه انتوا عندكم زواج، وفي حد من العيلة عنده زواج، وعندكم استقرار، عندكم امور جديدة، عندكم عتبة جديدة الفترة اللي جاية. ربنا هيرزقكم بالحاجة اللي ناقصاكم، لان انتوا اتعاملتوا كتير جدا بطيبة. انتوا في رزق حلو جدا داخل، لكن عايزاكم تمسكوا على ايدكم شوية وما تفضلوش على طول الوقت تصرفوا. الايام اللي جاية هتكون حلوة جدا. كمان بسم الله ما شاء الله عليكم، يعني انتوا داخلين في شراكة مع حد، وبعد كده هتفك الشراكة دي، لان انتوا ما بتحبوش الشراكة. هتعملوها وانتوا اللي هتنجحوا. انتوا تعبتوا الفترة اللي فاتت، خلاص ما بقيتوش لكم نفس لأي حد. في موضوع خسرتوه او في حاجة انتوا خسرتوها مع حد، خدوا بالكم ان الست المنقبة بتلف على حياتكم. هي يعني لإما هتتعرفوا عليها، لإما هي حد منكم، او انتوا عندكم ست منقبة، لإما لسه يعني هتخش عليكم بالحنان والحب. خدوا بالكم منها بس مش اكتر ولا اقل، وكونوا احذروا منها. طيب انتوا هنا يعني بصوا، انتوا هنا في يعني كلام، الكلام اللي عندكم ده هيوصل لكم من طرف تاني. الطرف التاني ده كذاب خاين، مش زي ما انتوا فاكرين، خدوا بالكم منه، لان هو كذاب ومنافق وبيلعب بمشاعركم. انتوا عندكم حب وحنان، وعندكم طريق جديد، وعندكم يعني فرج، انتوا ما بتشتكوش لحد. انتوا دايما بت بت يعني بت بت تدعوا ربنا على النعمة اللي في ايدكم. ما يعني انتوا مش من الناس اللي هي بتنكر النعمة خالص، بالعكس ماشيين بجملة لو ربنا كرمنا بنعمة نتحدث عنها. بس مش يعني هتعقلوا شوية، هتعقلوا شوية، لان في ناس كتيرة جدا مش عايزاكم تكونوا مرتاحين. لكن انتوا النقلة الجديدة اللي هتكون عندكم في حياتكم هيبقى فيها طاقات ايجابية، وهيبقى في حاجات اكتر من حاجة هتغير حتى مجرى التفكير بتاعكم. انتوا عندكم احساس بالوحدة، والاحساس اللي بالوحدة ده ملازمكم بطريقة كبيرة جدا، وهتعالجوا نفسكم من العين والحسد الشديد اللي ملخبط كيانكم بمعنى اصح. وزي ما قلت ان لو انتوا فوضتوا عمركم لله، فان شاء الله باذن الله ربنا هيديكم وهيحسن كل الامور اللي عندكم. انتوا عندكم يعني من فترة للتانية بتحسوا انه في حاجة ملخبطاكم، او في حاجة وجعاكم. انتوا تعبتوا كتير واتأذيتوا كتير واتخنتوا كتير واتظلمتوا كتير، لكن ان شاء الله بإذن الله ربنا هيسر الدمور بتاعتكم. انتوا ما بقاش عندكم يعني اي حاجة لحد، خلاص قفلتوا البيبان اللي كنتوا فاتحينها للناس اللي انتوا في حياتكم. حاولوا تهدوا شوية، لان انتوا جواكم ألم، جواكم ظلم، وما تخلوش اي حد يعصبكم بسبب اللي انتوا فيه. العصبية عندكم ضغطاكم نفسية ومأثرة عليكم. كمان انتوا حرفيا حرفيا ناويين على امور مختلفة. في حد من الاصدقاء هيقف معاكم وهيساعدكم، والحد ده انتوا هتكونوا يعني مرتاحين جدا، ان انتوا هتحسوا قد ايه يعني
واقف معاكم فعلا، بس في طاقة حزن ومهمومين وخايفين من الوحدة. خدوا بالكم، ومش عايزاكم لا تتكلموا لا تدوا الأمان في حد ولا تثقوا في حد، ولا إن انتوا تتكلموا عن المال اللي في ايدكم وانا عن الامور اللي في حياتكم، لان الحاجة اللي انتوا بتتكلموا عليها دي بيكون سبب حسد شديد جدا مع الاخرين، وفي الاخر انتوا اللي بتندموا وبتزعلوا وبتدفعوا الثمن كبير قوي على حياتكم. فما تظلموش نفسكم مع حد مش كويس، اهدوا وهدوا اعصابكم، لان باذن الله باذن الله ربنا هيديكم من حيث لا تحتسب، وهيفرحكم الفترة اللي جاية، وهيكون عندكم حب، هيكون عندكم تغيير، هيكون عندكم نقلة جديدة، طريق جديد، الله أعلم. حرفيا الأمور هتلعب معاكم أدوار كبيرة وهتحسن من الأضواء بتاعتكم، لأن ربنا كريم عليكم وعايزكم تكونوا في أحسن حال. أتمنى لكم السعادة والهنا والرزق والتفاؤل. الفترة اللي جاية هتكون فترتكم، اثبتوا خطواتكم واثبتوا رجلكم، وإن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمكم من حيث لا تحتسب. تحياتي ليكم.